الإعلامي أحمد شبير يفتح ملفات السياسة، الإعلام، الرياضة. ماذا عن المشهد السياسي قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية؟ ماذا ننتظر من رئيس الجمهورية خلال السنوات الأربع القادمة؟ هل استعاد الإعلام المصري انضباطه واتزانه المهني؟ وماذا عن النشاط الرياضي في مصر والاستعداد لخوض منافسات كأس العالم بروسيا؟ الإعلامي أحمد شبير مع خالد أبو بكر في الحياة اليوم، غدا السابعة مساء على الحياة.